اهلا بيكم من جديد مع هيثم في الصين. ما زلت موجود في مدينه تشانزو. تشانزو دي هنا في مقاطعه جيانسو. برضو كنا في زياره كده مع عميل محترم في مصنع من احد المصانع بتاعه القطع الغيار اكسسوارات الكماليات النقل التقيل وكده. فالمهم يعني منتظرين الصبح نسافر بالطياره ان شاء الله. طبعا الاخ عمال يضحك مبسوط يعني. فمنتظرين السيطرة بتاعتنا الصبح ان شاء الله. فالمهم رحنا الفندق والناس خلاص سابونا ومشيشي وكده، فاحنا بندور اي حاجه نتعشى ناكل فمش لاقيين خالص. فيعني سبحانك رب كرم ربنا بيبقى كويس يعني. فلاقينا مطعم حلال يعني زي ما احنا شايفين كده، هو المطعم الاطعمه الاسلاميه ده شعار المسجد فوق اهو لو انتم شايفين. مش عارفين او جايبها ازاي. كده تمام فوق ده شعار المسجد اهو. المهم فالمشكله ان احنا مش عارفين يعني انا مش لاقي تضومي فين. انا حافظ طبق واحد اسمه تضومي فين اللي هو رز بالبطاطس باللحمه، ده اللي انا باكله عند مطاعم بالشنجان. ده ثقافته مختلفه بصراحه، فما فيش التضومي فين. حتى قال لي مفان مايو، ما فيش مفان يعني ما فيش رز. فالحاج بقى قال لي خلاص نطلب الطبق اللي احنا فوق ده اللي فوق. ايوه ده لحمه، بس احنا حظنا بقى يكون فيه صوص صيني، يكون فيه صوص بقى بتاع مش عارفين يعني. فطبعا يعني معاناة صعبة شديدة بصراحة. جبنا احتياطي، جبنا صباعين موز كده احتياطي معانا. فالحياة صعبة للي ما أول ما بتخرج من جوانجو اللي انت قاعد فيها وكده بتتبهدل حقيقي، بنتبهدل يعني. عاملين نمشي في الشوارع عشان نلاقي اي حاجه ناكلها. دخلنا سوبر ماركت ما لقيناش غير فستق وبتاع وكده. حتى كلنا عملنا زي نجيب الريحاني، كلنا كل واحد في الزقايق نجربه وبعدين قلنا خلاص جميله بس مش هنشتري بقى. يعني كانت المواقف الطريفه. فدخلنا هنا، فطبعا طبعا بيستغربوا جدا الصينيين لما بيقولوا لي بتكلم بعض الالفاظ او الكلمات الصيني. يعني انا عارف اقول له في عندك عيش، في عندك رز، في عندك بطاطس، طب في مش عارف كذا كده يعني. فهم مستغربين جدا فمبسوطين بقى. فانا ما اعرفش بصراحه اذا كانوا دول مسلمين ولا لا، بس احنا موجودين في مطعم حلال دلوقتي. نيهاو. اوكي بس كده، هو كده نيهاو كفايه قوي يعني. بس يعني فبرضه حبيت اعيش كل الاجواء اللذيذه والمعاناه اللي احنا بنشوفها هنا كناس عايشين في الصين هنا من اجل الشغل او من اجل التجاره. وبلاقي ناس مستعجله قوي عايزه تيجي الصين. انا عايزك اشتغل عندك، انا عايزين نيجي اشتغل معاك في الصين، عايزين نيجي. يا جدعان هتيجوا فين يا جدعان؟ والله الدنيا صعبه يعني. اولا ما بيوظفوش حد، ما فيش وظايف. الوظايف للشباب دول الاول اللي هم الصينيين، دول وظايف لدول الاول قبل اي حد الوظايف لدول. ثانيا ما فيش، الدنيا صعبه. ثالثا يعني الجو مش هتتعب، اللي هيجي هنا هيتعب، اللي هو مش متعود على خلاص مضطر ان هو قاعد هنا اللي فيه شغل وراه شغل اوريدي معين زي كده خلاص. غير كده هتتعب. تخيل انت قاعد دلوقتي ما انتش لاقي اكل، حتى الاكل اللي نازل لك دلوقتي ما انتش عارفه هيبقى كويس ولا لا، انت وحظك زي ما بيقولوا، جايب بطيخه صيفي زي ما بيقولوا يعني. فدي بس بعض المشاركات تكون معاكم. مش عارفين حتى نزل لهم الاكل قبلنا رغم ان احنا جينا قبلهم يعني. فيعني خير ان شاء الله. اشوفكم على خير مع هيثم في الصين من مدينه تشانزو مقيانسو قريبا من مدينه شنغهاي في الصين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.